مرحبا بكم متابعينا الأعزاء. إن قصتنا لهذا اليوم عن طفل هاجمته أفعى، لكن ما قام به الثعلب كان مذهلا بشكل لا يصدق. وهذه القصة تعتبر واحدة من القصص المعبرة التي تحمل في طياتها الكثير من العبر فيما يخص مدى بساطة فهمنا للعالم الذي نعيش فيه. فقد خلق الله عز وجل هذه الأرض ومن عليها ليعيش معا على خيرتها، وأينما التفت الإنسان سيجد الكثير من الأمور للتمعن فيها، والتي عادة ما تترك في نفس المرء إحساسا بالتواضع والخضوع لله عز وجل الذي خلق وأبدع وأبهر العيون والقلوب والعقول. وبدون الإطالة عليكم أكثر يا أصدقاء، ابقوا معنا لمعرفة المزيد عن قصة اليوم، ولا تذهبوا لأي مكان. لكن وكما جرت العادة، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. رغم إناء أليكس لدراسته الجامعية وحصوله على شهادة في المحاسبة، قرر العودة للقرية التي ولد فيها، بحيث أعاد بناء المنزل الخشبي الذي تركه والده الراحل منذ سنوات، ثم بدأ في العمل على زراعة الأرض وتربية الماشية. فقد قرر أليكس العمل فيما ورثه من والده، وبما أنه وجد جرار الحرث في حالة جيدة، كان يعمل على حرث الأرض البقية جيرانه من المزارعين أيضا. بكل بساطة، كان أليكس يحب العمل بعرق جبينه، ويعمل على تغطية نفقات أسرته الصغيرة. وفي نهاية كل أسبوع يأخذ زوجته وأطفاله للمدينة القريبة منهم للترفيه وتمضية بعض من الوقت الممتع معهم. ومع مرور السنوات كبر أولاد أليكس ورحلوا للمدينة ليظل في المزرعة رفقة زوجته المحبوبة المدعوة مارينا. ورغم أنه بلغ من العمر 50 سنة، إلا أنه استمر في القيام بما يحبه، ولا زال في نفس الأرض التي عاش فيها ورب أولاده من خيراتها. ورغم مرور أزيد من 30 سنة على زواج أليكس، إلا أنه وزوجته من الأزواج القلائل الذين يعيشون دون مشاكل وفي حب مستمر ووفاء وأمانة، حيث كان ابن أليكس الأكبر يزور والديه عدة مرات في الشهر ويحضر معه زوجته فقط، بينما يترك ابنه الصغير في الحضانة إن احتاج الأمر لذلك. أما بالنسبة لأليكس، فقد كان مولعا بحفيده للغاية لذكائه ولطافته وحبه التواجد مع جده لدى إطعامه الماشية وقيامه بالعمل المعتاد في المزرعة. ولهذا كان أليكس شديد السعادة كلما عرف بأن أبناءه سيحضرون أحد أحفاده معه، وخصوصا إن كانوا سيمكثون معهم نهاية الأسبوع أو خلال العطلة أيضا. وبكل صراحة، الأجداد عادة ما يكونون لطفاء للغاية. وحدث في أحد الأيام أن قام أحد أبنائه بإحضار حفيدة أليكس نيكيتا، وغادروا لأن عليهم العودة للعمل وتركوها هناك. وبما أن الجو كان حارا، كان أليكس يذهب للعمل دون أخذ حفيدته معه، وينتظر حتى المساء ليعود جالبا لها الحلوى وبعض الهدايا البسيطة ليلعب معها ويمضي بقية اليوم برفقتها مع زوجته. ورغم كل هذا، قام أليكس عدة أيام بأخذ حفيدته للغابة القريبة، وخصوصا إن أرادت الخروج وبدأت في البكاء حيال ذلك. فرغم تعبه من العمل طوال اليوم، إلا أن حبه لحفيدته أقوى من أن يستسلم للتعب. وهناك كان الاثنان يستمتعان بالمشي وسط الأشجار والاستمتاع بصوت العصافير والمناظر الطبيعية هناك. وعلى أي، في أحد الأيام كان أليكس يعمل على حرث الأرض ليتفاجأ بثعلب مستلقي على الأرض أمامه. وبما أن الثعلب الصغير لم يهرب، اقترب منه أليكس ليكتشف بأنه في أمس الحاجة للمساعدة، بحيث أنه قد يبدو على أنه فقد والدته وربما يحس بالجوع والعطش. وبما أن أليكس لم يمتلك ما يعطيه له في تلك اللحظة، أخذ الثعلب معه للمنزل ووضعه في الكراج دون إخبار زوجته أو حفيدته، وقدم له المياه والطعام وكل ما يحتاجه. وفي اليوم الموالي تفقد أليكس الثعلب الصغير ليجد بأنه قد تناول طعامه وكل ما قدم له. وحينها تبادرت لذهنه فكرة تقديم الثعلب كحيوان أليف لحفيدته، لكنه تخوف من أن يكون في الأمر ضرر وخطر عليها، ولهذا قرر تجربة سلوك الثعلب أولا. وما اكتشفه هو أن الثعلب مسالم ويقفز فرحا كلما شاهد أليكس، وهو أمر نادر بالنسبة للحيوانات البرية مثل الثعلب. ولهذا حمله معه وأهداه لحفيدته وأخبرها بأن تطعمه وترعاه بعناية. ورغم تخوف مارينا زوجة أليكس، إلا أنها بعد مدة لاحظت مدى لطافة الثعلب، وبالتالي أصبحت متعلقة به أيضا. ورغم تفكير أليكس في إعادة الثعلب إلى البرية، إلا أنه تردد حيال ذلك لأن الثعلب ما زال صغيرا ولا يستطيع النجاة لوحده، وأيضا لتعلق حفيدته نيكيتا به.
مع مرور الأيام أصبح الثعلب الحيوان الأليف في المنزل، وبدأ في النمو شيئا فشيئا ليصبح أكبر مما كان عليه خلال أول لقاء مع أليكسي. وبما أنه ساعده في صيد فئران الحقل وأكلها، أصبح ذا فائدة لأليكسي أيضا. ولدى عودة نيكيتا في كل مرة، جل ما كانت تقوم به هو ملاحقة الثعلب في رحلات الصيد ومشاهدته خلال صيده للفئران. فقد كان هذا الأمر بمثابة مصدر اهتمام وفضول للصغيرة نيكيتا، بحيث طلبت من جدها أن تأخذ الثعلب معها للمنزل، لكنه رفض مخبرا إياها بأن لديه عائلة سيعود إليها ولن يظل طوال حياته في المزرعة، بحيث أنه سيعود للغابة فور تحوله لثعلب كبير وقادر على النجاة لوحده. وعلى أي كانت لحظة الوداع مؤثرة للجميع، بحيث لحقت ثعلب السيارة التي ركبتها نيكيتا مع ولديها للمغادرة، واستمر أليكسي ومارينا في رعاية الثعلب حتى غادر في أحد الأيام بنفسه وأمضى وقتا طويلا دون عودة. وكان الأمر بالنسبة للزوجان أمرا عاديا للغاية، لكن الثعلب بعد مرور مدة كان يأتي لزيارة الزوجان ويرحل مجددا، واستمر الأمر على هذا المنوال لمدة زمن طويل. بعد مرور سنة جاءت نيكيتا لزيارة جدها مجددا رفقة والديها اللذان أحضر أخاها ساشا معهم هذه المرة. وبما أن نيكيتا وأخاها كان متحمسا لرؤية الثعلب، شعر بخيبة أمل لعدم تواجده هناك، لكن الجد قام بما في جهده لإسعادهما، بحيث أخذهما معه للغابة عدة مرات للبحث عنه. ورغم تظاهره فقط، إلا أنه تمنى أن يظهر الثعلب لرؤية الابتسامة على وجه نيكيتا وساشا. وعلى أي لم يظهر الثعلب أبدا، وبالتالي كان على الجميع الاستمرار في الحياة فقط. وفي أحد الأيام، بينما كان أليكسي يعمل على إصلاح سقف المنزل، تفاجأ بسماع صوت صراخ حفيدته، لكنه اعتقد بأنه أمرا عادي ونادى على زوجته لتتفقدها. وبينما وهو متردد حيال النزول لمعرفة ما يحدث بنفسه، تفاجأ بزوجته مارينا التي أخبرته بأن هنالك ثعلب يهاجم الأطفال ولم تستطع مساعدتهم. لكن المفاجأة كانت لدى وصوله إلى نيكيتا ليرى بأنهما رفقة الثعلب، بينما لفع ميت على الأرض بالقرب منهم. ولدى تفقد الطفلين اكتشف أليكسي بأن الثعلب ظهر في الوقت المناسب، وكان سبب وراء عدم تعرضهما لعظة الثعبان. فما كان منه سوى أن يعانق أحفاده، وقدم عناقا حارا للثعلب أيضا الذي ظل رفقة نيكيتا وساشا لحوالي ساعة تقريبا، ثم اختفى مجددا دون عودة. بخلاصة، قد يكون إحساس الرحمة والمودة تجاه حيوان ما ذا نتائج إيجابية فيما بعد. فكما نعلم جميعا، زرع الله الرحمة في قلوب عباده، كما أن القيام بالخير يجب أن يكون نابعا من القلب دون نية الحصول على مقابل. ولن يخيب من قام بخير لوجه الله عز وجل أبدا. فما رأيكم بخصوص هذه القصة يا أصدقاء؟ نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. نراكم بالفيديو المقبل.